وتأتي أهمية دور التعاونيات أو تأكيد دور أهمية التعاونيات في تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وتعميق مشاركة المرأة والشباب في الأنشطة التعاونية المختلفة. لهذا فقد تم التخطيط لعقد هذا المؤتمر في دورته الأولى والثانية عامي 2013 و2016 لا ليكون حدثاً عارضاً ولكن ليصبح ملتقاً دولياً يعقد على أرض مصر بصفة دورية ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمي والدولي واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولي. تشارك فيه ليس عناصر المنظومة الإسكانية التعاونية فحسب بل كل عناصر الحركة التعاونية ومختلف أطيافها. فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التي تجمع عناصرها قواسم مشتركة وأهداف واضحة وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح. ونحن الآن نعقد مؤتمرنا الدولي الثالث للإسكان التعاوني تحت عنوان دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030